الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سيد الحضور، اسمي الخاص واسم جميع ساكنة أولف، أهنئ سلك الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 56 ليوم الشرطة. إن هذا الاحتفال يعد بمثابة عرفان وتقديم كلمات الشكر وامتنان لهذا السلك، لهذا الجهاز، لهذا الرجال الذين يقدمون خدمات جلية لصالح المواطن، يعملون ليل نهار من أجل أمننا وسلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم. يجوبون المدينة ليلا والناس نياما، إذن عملهم عمل دؤوب، عمل لصالح كل فرد، فهو جهاز مرتبط ارتباطا مباشرا بالمواطن وبسلامة المواطن وأمن المواطن. ونحن كبلدية وباعتبار ارتباط مهامنا في جزء كبير منها معهم، نقدم لهم جزيل الشكر وجزيل العرفان لما يقدمونه من عمل هم وبقية الأسلاك المنوطة بها عملية الأمن والاستقرار على مستوى الوطن. لكم منا جزيل الشكر وهنيئا لكم، وكل عام وأنتم بخير، وشكرا.